البعض من الناس في صلاة الجماعة يرون الصفوف التي أمامهم مقطوعة لم تكتمل، ولكنهم لا يتوجهون لإكمال الصف، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز المشي لصف أو صفين من أجل سد الفرجة؟ سد الفرج في الصفوف مطلوب إذا أمكن، ولا يترك الفرج، وفيه فضل، فيه فضل عظيم. والمشي من صف إلى صف لا بأس به، أما المشي الطويل في الصلاة هذا لا يجوز. إن كان الصف اللي أمامك في فرجة لا بأس أنك تتخطى إليه وأنت في الصلاة، أما أنك تمشي مسافة من صف إلى صف إلى صف هذا لا يجوز في الصلاة، لأنه عمل كثير. نعم.